نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم أثناء أخبارنا وإحنا متابع الأخبار طبعا عن منتدى الحزام والطريق اللي حضره طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكثر من 40 رئيس وزعيم وقادة من يعني العالم كله. فبنتكلم على ملف العلاقات الخارجية والتقدم اللي مصر أحرزته في هذا المجال، سواء كنا بنتكلم على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، أهمية التحالفات والشراكات وانعكاسها علينا سياسيا وكمان اقتصاديا. عن المنتدى النهارده ومشاركه مصر فيه وايه يعني النفع اللي هيعود علينا من هذا المشروع، علاقتنا مع الصين اللي تطورت بشكل كبير، طبعا هي علاقات تاريخيه وتبادل تجاري وعلى المستوى السياسي طبعا تفاهمات على اعلى مستوى، لكن خدت يعني منحنى اخر ومختلف في السنين اللي فاتت، انه يعني في تطور ملحوظ في شراكه استراتيجيه، صادراتنا للصين زادت بشكل كبير، وكمان بنتكلم على مشاريع صينية عملاقة، سواء بنتكلم على المنطقة الاقتصادية أو على قناة السويس، بنتكلم على بنية تحتية، بنتكلم على أنه الأرض ممهدة للعديد من الاستثمارات في هذا المجال. عشان نفهم أكثر تفاصيل عن هذا المنتدى ودور مصر فيه، معانا في الاستوديو دكتور ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، رئيس منتدى الحوار المصري الصيني. مساء الخير دكتور ضياء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور ياسر جدلة، أستاذ الاقتصاد مدير مركز البحوث الصينية بجامعة حلوان. مساء الخير يا دكتور. مشرفني يا فندم. أهلا بحضرتك. الأول دكتور ضياء، يعني ادينا فكرة كده عن يعني علاقة مصر بالصين وتطورها وصولا لحضور الرئيس النهاردة للمنتدى. هو الحقيقة علاقة مصر بالصين زي ما حضرتك تفضلتي علاقات تاريخية، ولكن المتابع يجد أنها حتى في تاريخ منذ تأسيس هذه العلاقات من 70 سنة لم تصل إلى هذا الدفء يوما في هذا التاريخ. يعني هو بدءا من الرئيس السيسي حينما تولى المسؤولية في مصر، والعلاقات المصرية الصينية تتطور بطفرات وارتقائها لتصبح شراكة استراتيجية، ده شيء ليه معنى وأشياء وعبارات لها دلالة ورسائل على الأرض. 7 قمم بين الزعيمان، القمة التاريخية في مجموعة قمة 20 تدعى مصر لأول مرة في تاريخ مصر، وتدعى أيضا في البريكس في الصين. كل هذا يؤكد أن العلاقة الآن بين مصر والصين جعلت الأرض ممهدة لكل التعاون على المسارات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والصين داعمة لمصر في قضاياها العادلة في المحافل الدولية، وهذا شأنه أيضا مهم. ليست العلاقات التجارية فقط والتي تطورت بالأرقام إلى أرقام ضخمة ومذهلة، وفي 1320 مشروع نفذ في 2018 بين الصين ومصر داخل مصر، ووقعت استثمارات ب 18.2 مليار دولار. الطريق الحزام والطريق تفتح أفاق جديدة. التبادل التجاري الآن 13 مليار دولار بعد أن كان 10 مليار، وانتقائي أيضا 13 مليار منهم 2 مليار دولار صادرات مصرية للصين، وهذا يمثل طفرة في العلاقات. طيب برضو دكتور ياسر، يعني انطباع حضرتك عن مشاركة مصر في المنتدى ده، يعني ايه أهمية الحضور المصري، الفايدة اللي يعني هتعود علينا، الحديث عن انتعاش في التجارة العالمية، عن قناة السويس وجودها طبعا كمحور رئيسي في هذا الطريق. هو طبعا يعني زي الدكتور ضياء استكمالا لكلامه، هو فعلا الوضع اللي احنا وصلنا له في العلاقات بين مصر والصين وضع متميز جدا. المشاركة بالنسبة لنا احنا بنعد، بنقول النهاردة دي 3 مرة يزور فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين، ويمكن دي نقطة انا بشوفها من وجهة نظري ان هو فاهم السيكولوجية بتاعت الجانب الصيني، لان الجانب الصيني ما بياخدش الامور من اول مره، يعني التعامل مع الصينيين استمراريه وتواصل لابد من الاستمرار والضغط في الامور عشان اقدر اوصل لبعض النتائج اللي يعني من الصعب جدا ان حد يتعامل مع الجانب الصيني وياخد مصدر ثقه، ده بيحتاج فتره زمنيه معينه على بال ما يتولد لديهم الشعور بالامان ونقدر بعد كده يتعاون، ولما بيتعاون بقى بيتعاون بمنتهى الجديه. لكن اللي انا عايز اقوله ان في مصالح اقتصاديه كبيره جدا للصين في مصر، ما فيش نقاش، لان اللي المحرك الاساسي والدافع الاساسي لدى الاداره الصينيه هو الجانب الاقتصادي. لكن في نفس الوقت احنا عندنا ايضا مزايا كبيره جدا،
حبانا بها ربنا سبحانه وتعالى بموقعنا الاستراتيجي الرهيب اللي هو في قلب العالم ده. احنا البوابة الى افريقيا، احنا الاقرب الى القارة الاوروبية، فبالتالي احنا بنعمل تقليص لتكلفة النقل الخاصة بالمنتجات الصينية اللي كانت بتمر من الصين مباشرة الى اوروبا او الى القارة الافريقية. النهاردة ده معناه ان الصين من مصلحتها انها تقيم مشروعات عندنا وتاخد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز لوجستي. النهاردة تقدر تجيب بعض المنتجات اللي هي نصف مصنعة أو الشبه مصنعة، يعني اللي هي بعض الخطوات النهائية، وتقدر تكملها عندنا في مصر وتقدر تصدرها مباشرة إلى القارة الإفريقية وإلى القارة الأوروبية. وده بالتالي هيخلي الصين تنتج بتكلفة أقل من التكلفة اللي كانت بتنتج بها الأول نتيجة أنها خفرت في تكلفة اللي النقل. بالنسبة لنا عندنا مصالح كبيرة جدا، لأن احنا بنطور بنية تحتية، احنا محتاجين دعم مالي قوي جدا عشان نقدر نعمل مشروعات البنية التحتية اللي موجودة عندنا، خاصة ان احنا قاعدين في مساحة معينة من مصر وسايبين بقية. طب هو وجود الصين باستثماراتها بتساعد في تطوير البنية التحتية ولا احنا بنعمل الواجب ده بنمهد الطريق للاستثمارات تيجي؟ الاثنين. احنا محتاجين، احنا في جزء احنا فعلا في تمهيد وفي نفس الوقت احنا برضو محتاجين دعم كافي من الصين في هذا الامر. وفي نفس الوقت المشروعات اللي بتقام اللي هي بيطلق عليها اسم كلمه اللي هي البيلت اللي هو الحزام، والمقصود بكلمه الحزام مجموعه الانشطه والاستثمارات المشروعات الاقتصاديه اللي بتقام على الطريق دي بيسموها بيلت او حزام. المشروعات دي بالنسبه لنا فيها ميزه لانها بتسمح بتوفر فرص عماله للمصريين، بتدي احتكاكات للجانب المصري من العماله المصريه مع العماله الصينيه، بتدينا فرص لان احنا نزود حجم الانتاج عندنا. برضو الاحتكاك ما بين العماله المصريه والعماله الصينيه ده شيء مهم جدا، احنا بنتمنى فيه ان العماله الصينيه تبهت على الجانب المصري بحيث يبقى ده، لان هم عندهم حقيقي عندهم يعني مصابره وجلد غير طبيعي في العمليه الانتاجيه، ولما بياخدوا حاجه بيبقى معناه ان هو لازم يوصل للنهايه بتاعتها. فعايز اقول ان احنا عندنا مصلحه كبيره جدا، وعندنا الفرص المتوقعة اللي احنا هنحققها اقتصاديا في هذا المجال مش زي ما الناس متخيلها ان هي حاجات بسيطة، لا، هي الجانب التاريخي بيننا وبين مصر ده شيء مهم جدا. تكرار الزيارات من الرئيس للصين وتلبيته ليها دي بتأكد على ان هو عنده مصابرة انه بيتابع المشروعات يوما بعد الآخر، بيشوف مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها، ايه اللي دخل حيز التنفيذ، ايه المشاكل. ممكن هو كنا بنتكلم مع الدكتور ده قبل ما نتقابل مع حضرتك ان هو بيتابع بنفسه وبيقوم بما ينبغي ان تقوم به المجموعه الاقتصاديه. يعني المجموعه الاقتصاديه كان يجب ان تقوم ببعض هذه الامور، هو بيقوم بنفسه فبيتابعها، بيشوف ايه المشاكل، ايه المعوقات، بحيث لما يرجع مصر يقدر ان هو ياخد بالكلام ده نوتس ويبتدي يغير. فهو عنده متابعه غير طبيعيه، فاعتقد ان هو حرصه دايما ان هو بيروج للفرص الاستثماريه في مصر في الخارج في اي زياره، لقائه مع كبريات الشركات يعني في اي دوله، فيعني ده دور بيلعب بشكل كبير. لكن هنا وارجع لحضرتك مره ثانيه دكتور ضياء، الزخم بتاع القمة النهاردة وإحنا بنتكلم على كم كبير من الرؤساء والزعماء حرصهم على الحضور، حرصهم على المشاركة، الصين كقوة اقتصادية هائلة يعني ومنافس قوي جدا، وأمريكا يعني إحنا عارفين إنها بتتحسس من الصين بشكل كبير إن هي القادم، هي المستقبل. حرص الزعماء ده على الحضور إن هم يكونوا جزء فاعل من الشغل ومن الفايدة اللي هتعم بعد كده. تقييم حضرتك وازاي واحنا دايما بنقول مصر كانت يشرق غرب، يعني اتجاهها فين، بوصلتها فين، التنوع بقى تغيرت الحقيقة. وكلام حضرتك لما نتابع انه 40 رئيس دولة ورئيس حكومة والاعمال التي قام بها الرئيس السيسي على هامش ده، الاجتماعات مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين وهو رئيس دولة عظمى، مع رئيس وزراء إيطاليا، ومع غيره من الدول التي تستفيد من هذا المشروع الكبير، مشروع القرن الواحد والعشرين. اللقاءات الثنائية دي كمان نتوقف قدامها برضو، أهميتها يعني في كل المحافل الدولية غير الحاجات اللي هي الرسمية اللي بتعرض على شاشات التلفزيون والمؤتمرات الصحفية، لكن اللقاءات بقى اللي على الهامش دي أنا أراها مؤثرة جدا في العلاقات المصرية. وده يفسر لحضرتك أو يشرح لنا كيف عادت مصر من بعيد بعد أن كانت بعيدة جدا في عام 2013، ثم عادت في 2014 البداية مع الرئيس السيسي الذي وضع رؤية استراتيجية لأن مصر تاخد مكانة مستحقة بقى إفريقيا. أنت حتى كنت منبوذة إفريقيا، الآن مش بس رجعتي، لا ده أنت رجعتي وترأستي الاتحاد. وكانت إفريقيا تبحث عن زعيم إفريقي قوي
وجدت ضالتها في الرئيس السيسي المخلص لوطنه مصر ووطنه العربي وقارته السمراء. حينما يذهب فهو يذهب يحمل هموم قارة إفريقيا أيضا، ويتحدث عن المشاكل الإفريقية والتنمية، وإفريقيا 20% من الكرة الأرضية كتعداد، 1.2 مليار نسمة إفريقيا الآن، و2030 تشهد الأرقام أو تنبئنا الأرقام بأن هيبقى 40% من الشباب في العالم في قارة إفريقيا. نعم، طيب نرجع للنقطة بقى، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر وتوجهها مع الصين وحفاظها على التوازن المطلوب. حفاظ، خليني حضرتك أصفه بأنه توازن عبقري ما يقوم به الرئيس السيسي والإدارة المصرية في تحديات غير مسبوقة، وفي اختيارات يحاول الجميع أن يضعنا أمام اختيار، أنت معايا ولا ضدي؟ وده يعني لعبة سياسة هامة. وحتى مصر كما ذكر الرئيس السيسي ذات مرة لن أنسى، قال أن مصر تقوم بعمل السياسة بشرف، السياسة الشريفة، احنا حتى لا نتآمر، ولكن لن يستطيع أحد أن يعني يزايد عليك وأنت تبحثي عن مستقبل وطنك. الرئيس السيسي في الأمم المتحدة قال تحيا مصر، مصر محدش يقدر يغضب منه أو يزعل منه، راجل بيحب بلده، راجل وطني بيعمل للتنمية، مصلحة بلدك وشعبك، فهو يتعامل بتوازن وبحكمة، لا يهاجم أحدا ولا يسمح لأحد أن يهاجمنا، لا يتعدى. ودي فكرة السياسة الصينية طول عمرها، الصين لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤونها، وهذا ما تقوم به مصر أيضا. وهذه من التشابهات بين الزعيمين الرئيس السيسي والرئيس شي جين بينغ، والقواسم المشتركة الكثيرة بينهما، واللي صرح لي بيها السيد سونغ آي كوا السفير الصيني بالقاهرة، وقال لي أن الزعيمان متشابهان جدا. فمصر تلعب هذا الأمر، تسندها الجغرافيا فعلا زي ما احنا شايفين، ولكن التاريخ أيضا، لأن مصر تاريخيا دولة قوية محورية مهمة. طب خلينا بعد الفاصل نكمل مناقشتنا، ايه المنتظر، ايه الدور اللي مصر بتلعبه، ازاي انها بتحافظ على التوازن المطلوب في علاقتها الدوليه. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم ومع ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده في الحياه اليوم. إن رؤيتنا تجاه تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي تتسق أيضا مع مبادرة الحزام والطريق، ففي السياق العربي شهدت العلاقات العربية الصينية طفرة مهمة منذ عقد القمة الأولى لمبادرة الحزام والطريق في مايو 2017، حيث عقدت ببكين الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في يوليو 2018، وتم اعتماد الإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بمبادرة الحزام والطريق، كما أن هناك مقترحات للربط الكهربائي بين عدد من الدول العربية وبعض أطراف المبادرة جاري دراسة تنفيذها. وعلى الصعيد الإفريقي، فإن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي تضفي بعداً مهماً فيما يتصل بمبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2018 حرص الصين على التنسيق مع الدول الإفريقية في القضايا المختلفة التي تناولتها القمة، لا سيما أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وأجندة الأمم المتحدة 2030، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر في القمة الإفريقية الأخيرة كمحاور لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الإفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادي الإفريقي والاندماج الإقليمي وتطور البنية التحتية. وبناء على ذلك فإننا نرحب بتدشين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي، ومثال ذلك تنفيذ ممر الشمال الجنوب طريق القاهرة كيب تاون الذي يهدف إلى زيادة معدلات تدفقات التجارة
والاستثمار البيني. وبالمثل نتطلع إلى إقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد مشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن أولويات تجمع الكوميسا، لما يحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجرى الملاحي. كما أغتنم هذه الفرصة لأدعو الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة الحزام والطريق إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات، فكما تعلمون أن نجاحها وغيرها من المشروعات يتطلب توفير التمويل اللازم وبشروط تتلائم مع ظروف الدول النامية والأقل نمواً خاصة في قارتنا الإفريقية. دي كان جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته في منتدى الحزام والطريق في بكين. ونرجع لضيوفنا الكرام مرة تانية، ولسه بنناقش أهمية الشراكات الاستراتيجية المختلفة اللي مصر بتسعى دايما لإقامتها، مردود ده وإنعكاسه على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. وبالعودة للصين، وأوجه كلامي لدكتور ياسر، يعني إحنا بنحاول دكتور ياسر زي ما كان بيكلم الرئيس تدشين شراكات جديدة وتعزيز شراكات قائمة بالفعل، دعوة لمؤسسات التمويل طبعا التكلفة بتكون عالية وما إلى آخره. احنا عايزين نوقف اقتصادنا على رجليه، وعندنا تجربة صينية رائعة، عندهم عدد سكان يعني مهول لكن هم قوة اقتصادية معتبرة. ازاي من الممكن الاستفادة من هذه التجربة؟ ازاي مع أطراف دولية شراكات جديدة نقدر نقوم بده؟ يمكن أنا هاخد جزء من الحوار اللي كان بيننا من شوية من دكتور ضياء، وهو النقطة اللي أثارها الرئيس في أحد المنتديات الشباب وأكد عليها، وهي إعادة بناء الشخصية المصرية. إحنا حقيقي إحنا عايزين، يمكن أنا قلت في الحديث أنا العمالة الصينية عايزينها تبهت على العمالة المصرية. صحيح. المصريين كويسين وزي الفل، يعني مفيش أي مشاكل، بس هي الفكرة إن إحنا محتاجين شوية إن إحنا نهتم بالعمل، بالعمل ونقدره، ويبقى العمل مش المادة قبل العمل. لأن لو أنا اتكلمت على الصين، العمل كقيمة، العمل كقيمة. لأن لو أنا اتكلمت عن الصين، صحيح عندهم مليار و400 مليون نسمة، وبالنسبة لنا يعني احنا 100 ولا 120 ولا 102 ولا 110، على الرقم محافظة صغير جدا، وان معدل البطالة عندنا حوالي 11% ومعدل البطالة عندهم 4%، واقتصاديا معدل البطالة 4% معناها ده معدل بطالة طبيعي. ده معناه ان يعني احنا كده وصلوا لحالة التوظف الكامل. يعني ده حاجة يعني احنا في الاقتصاد بندرسها للطلبة، عم نقول لهم من 3-5% يبقى انت كده دولة يعني ما حصلتش، بس بشرط. في الصين بيشتغل في اي حاجة وفي اي وقت، ودايما انا احب اقول المثال ده، ان الاطفال الصغيرين في المدارس اللي هم لسه صغيرين في المدارس الابتدائي بيشتغلوا في فترة الفسحة في البريك بتاع قدام المطاعم، بحيث ان كل مطعم ينادي يجيب زبون بياخد عليه يوان. ده في اليوم يعني الدراسي عادي طالعين في فسحة. الأطفال الصغيرين في الصين بيقفوا أمام المطاعم. أنا في ظاهرة كنت في الصين، فمش عارف الناس دي الولاد الصغيرين بيتكلموا، أنا مش عارف يعني بيزعقوا ليه يعني وعاملين ده. فيقولوا لي لا، ده هم بيخرجوا بين يعني فترة الفسحة ده، البريك ده، بحيث إن هم لو قدر يجيب زبون يدخل المطعم بياخد عليه يوان، فبيروح بقى البيت معاه 3-4-5 يوان. غير يعني بيزرع قيمه، بيزرع قيمه. فاذا كنا احنا عايزين نتعلم منهم، فاحنا محتاجين ان احنا الانسان المصري ده فعلا نعيد بناء شخصيته بقى بطريقه معينه، ونطوره وندربه. ويمكن دكتور كراجل خبير في مجال التنميه البشريه عارف الامر ده جيدا، وده مهم جدا، مش باي لو، مش بالقانون على فكره، يعني مش كل حاجه تؤتي ثمرها بالقانون. طب هل احنا هنا عاملين الواجب اللي علينا؟ اذا كنا بنتكلم على انه في شغل وهيكون في مردود، فلازم تكون ممهد الارض. مش بتكلم بس في بنيه تحتيه وتمويل، ده شيء بيبحثوا وبيشتغلوا فيه، لكن مثلا الصداقه المصريه الصينيه، يعني الغرف المشكله لهذا الغرض، اللغه الصينيه ان تكون برضو الناس بتعلمها، تكون يعني برضو انه انا اعمل الواجب اللي عليا علشان اكون بالفعل جاهز للاستثمار، جاهز لهذه الشراكه. دي حقيقه. وحضرتك في ذكر التمهيد الارض، الحقيقه الاراده السياسيه وما يتم بين زعيمين
هو ده تمهيد الأرض على بقى الـ وزراء المجموعات الاقتصادية، على المجتمع المدني الوطني، على القطاع الخاص الوطني أن يعمل مع الحكومة حتى نعمل جميعا في إطار واحد. وفكرة وجود القوانين موجودة، تغليظ العقوبات مش الحل. الحل أن نبدأ بحب حقيقي ونغير عند الناس مفهوم الحب، لأنه مفهوم حب الوطن مفهوم مختلف، هو مفهوم مش اللي دارج عند كثير من الناس. يعني تحب بلدك مش انك تعمل اغنية بس، جميل ان انت تعمل فنون تنادي وتتغنى بحب الوطن، ولكن الاصل ان انت قيم العمل عندك على الواقع تكون بتحب بلدك. تحب بلدك ما ترميش حاجة في الشارع، تحب بلدك يعني تعمل حقيقة وتنسى الجملة الدارجة هنشتغل على قد فلوسه. بتحب بلدك يعني تطلع انتاج، بتحب بلدك يعني تصحى بدري وتشتغل، يعني تراجع نفسك في كثير من القيم، ده استعداد حقيقي. طيب لما نتكلم على محور غرف التجاره، جمعيات الصداقه، زي دكتور عند حضرتك مركز البحوث الصينيه في جامعه حلوان، يعني هل الكلام ده اسمحوا لي اسف كلام نظري ولا على الارض في مردود وفي شغل بيننا وبينهم؟ هو الحقيقه يعني عشان اكون امين وحقيقي مع حضرتك وجاد، هو ما زال نظري لان احنا مش قادرين نجتمع في اطار واحد، وهذا الاطار اعتقد ان من يدعو اليه، ويعني من هنا انا بقول لحضرتك نحن نريد حاجه زي اللي بنتكلم فيها النهارده وامبارح، دي بقى تدي الدفعه المطلوبه، ويبقى في منتديات محليه بقى مصريه مستقبل. ليكن ان هم ياخدوا زي مجلس ثينك تانكس، ياخدوا الناس اللي تقول رايها وياخدوا رموز من كل حاجة حضرتك ذكرتيها، فنطور أدائنا بسرعة. لكن إحنا في التدريب بنقوم بالطاقة الإيجابية، تغيير المفاهيم حتى نقوم بتغيير السلوك، تغيير المفهوم الأول، لكن تغيير السلوك مباشرة لن يجدي ولن نتمكن. إنما إحنا عايزين شغل كتير، وعندنا كنز اسمه مصر، ولازم نحافظ عليه، مش شعارات، نحافظ عليه بأن إحنا نشتغل. على فكرة الرواتب في الصين مش ضخمة. حضرتك في هانجزو، خليني أقول مثل في غاية الأهمية، في هانجزو لما كانت قمة العشرين، فموجود 20 زعيم دولة كبار، وبرضو الرئيس السيسي من ضمن 3 آخرين رؤساء دول مدعوين، يعني الأمر خطير. فوجئنا بمساء القمة بأنه البلد شبه فاضية، ولما سألنا أصدقائنا في الصين قالوا إن الناس طواعية قالوا عشان تحافظوا على الأمن كل واحد عنده قريب في مدينة أخرى هيروح يقعد عنده، ونفتح بس المحلات اللي تخلي الضيوف يشتروا، ولازم نحافظ على أمن الضيوف. ده الناس من نفسهم اختيارية، مش تعليمات ولا قرار ولا تعليمات. تعليق أخير دكتور ياسر. وطبعا يعني زي ما بنتكلم فعلا احنا يعني مش محتاجين بايلوم، يعني هرجع اول ان احنا مش محتاجين بالقانون، احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا ايمان من داخلنا باهميه العمل وقيمته، ان احنا التجربه الصينيه تجربه مفيده وغنيه، بس ما نسمعش الكلام ده ونتركه جانبا. يعني فعلا الصين جميله ودوله جميله، بس كل اهتمامنا ان احنا نزور مثلا كوانزو علشان نجيب لعب اطفال او نجيب حاجات نيجي نتاجر فيها ونحقق مكاسب سريعة. وفي النهاية أنا ممكن أكون بضر بالاقتصاد المصري، لا أنا محتاج أن أنا أهتم بالاقتصاد بشكل عملي وليس بشكل نظري. يعني أنا أتمنى أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والزيارات المتكررة والدعم الواضح ده، أن احنا فعلا محتاجين أن احنا كل الجهات، المركز البحوث، جمعية الصداقة المصرية الصينية، منتدى الحوار الصيني، كل الجهات تجتمع مع بعض، يبقى في كيان معين يسمح بان هم يبقى في نوع من المشاركه، يبقى في فيجن معينه بما يتسق مع خطه الدوله، بحيث ان كل جهه من هذه الجهات تحقق اهداف، تتجمع هذه الاهداف، تحقق الجول الاخير اللي هو خاص بمصر. شكرا جزيلا دكتور ياسر جدله، استاذ الاقتصاد، مدير مركز البحوث الصينيه. شكرا دكتور ضياء حلمي، الامين العام لغرفه التجاره المصريه الصينيه، رئيس منتدى الحوار المصري الصيني. شرفتونا ونورتونا، وبشكر حضراتكم. بكره يوم جديد في الحياه، اليوم اشوفكم على كل خير باذن الله تعالى.